جماعة ارجعوا لورا، ارجعوا لورا بالناس الناذيك، ارجعوا لورا بالمليح. بعد أن أصبحت قراهم حاضنة لقنابل وصواريخ قوات النظام ولفظتهم خارجها باتجاه مخيمات اللجوء في هضبة الجولان، حملوا راياتهم البيضاء ومشوا صوب السياج الحدودي الإسرائيلي. يا جماعة ارجعوا لورا، احنا بدنا نساعدكم، ارجعوا لورا. عشرات السوريين احتشدوا على بعد 200 متر من الحدود ليأمرهم جندي إسرائيلي بالتراجع. الجندي خاطبهم باللغة العربية عبر مكبر الصوت قائلا إنهم على حدود إسرائيل، مطالبا إياهم بالعودة حتى لا يتعرضوا للأذى. وكان هؤلاء السوريون هربوا إثر قصف مكثف شنته الطائرات الحربية الروسية على ريف القنيطرة، حيث استهدفت مدرسة للنازحين في بلدة عين التيني ليسقط قتلى مدنيون غالبيتهم من الأطفال والنساء. وكذلك تعرضت بلدة نبع الصخر في المنطقة نفسها للقصف، حالها حال بلدة العالية وتل المحص بريف درعا. لتبدو الصورة الأخيرة أعنف من قصف وأفظع من مجزرة، فاقدو الأمل الهاربون من بطش النظام وطائرات حليفه الروسي والمرتمين في أحضان العدو طلبا للرحمة، بدأوا بالعودة حاملين ما تيسر في يد وخيبة أملهم في اليد الأخرى. نغم ربح، الحدث،